اسم حمزة بن فرحون، 25 سنة، رئيس مدرسة المجد السكر عين السبع لكرة القدم. انت حمزة دخلت هذا المجال؟ هذا المجال دخلت لي تقريبا منذ 7 سنوات، تقريبا دوزت دورة تكوينية وحصلت فيها على شواهد كتخول لي انني نمارس مهنة التدريب. هذه المهنة عندها بزاف ديال الركائز، يعني مجموعه من الركائز، اهمها حب المهنه وادماج التربيه والتكوين كاخلاق والتربيه. يعني خاصها تكون عندك حب المهنه عاد باش تمارس هذه المهنه هذه. يعني كتشوف بحكم انك كتسكن في حي شعبي هنايا بمنطقه عين السبع بدوار بويه، يعني كتشوف الوليدات كيضيعوا. يعني هذه الفكره ما جاتش غير هكاك، يعني تشوفنا الوليدات شو كيعيشوا من لا من تشرد لا من تهميش، يعني بزاف ديال الحوايج بزاف، يعني خصك تدخل تشوفها وتعيشها عاد باش غادي تحس بها. يعني حنا نشأنا مدرسه هذه 3 سنوات باش نشأناها، والحمد لله دابا عندنا تقريبا ما يقارب 100 طفل كنشرفوا على التأطير ديالهم والتكوين ديالهم. وبالنسبة للواجب الانخراط، يعني فهو ثمن رمزي كراعي الظروف والحالة الاجتماعية للأسر هنايا، خاصة دوار بيه، لذلك فهو ديما مرحب باي طفل هنايا بغى يلعب مرحب به داخل مدرسه المجد. قول لي خويا، شنو العراقيل اللي كتواجه هنايا في هذا الملعب هذا، خصوصا انه كنشوفوا الكياس كنشوفوا الحجر وسط منه، يعني واش ما عندكمش هنا شي ملعب ديال القرب قريب من الحي ديالكم انتم مسؤولين عليه؟ باش بالنسبه للملعب، ها انت دابا كتشوف باغ اكزومبل هنا راه كتشوف، يعني الا جات الشتا هنايا راه ما يمكنش تريني، ما يمكنش غتلعب، يعني كنفتقدوا ارضيه الملعب هنايا، خاصة هنا في هذه المنطقة هذه. يعني كنطالبوا المسؤولين انهم يوفروا لنا ظروف فين يشتغلوا هاد الوليدات، وفي ظروف احسن بمعايير احسن، يعني باش تبان الخدمة. وهذا بالنسبة للملاعب هنا بعين السبع راه كنفتقدوها بزاف. يعني المشكل الكبير هنا في عين السبع، في منطقة عين السبع، هو الملاعب. الرسالة اخويا للمبليين انهم يبعدوا من البلية، نارا ما كديش شي حاجة مزيانة، كدي غير التهلكة. وكنطلب انه اي واحد كيف ما كان بغى ينخرط معنا في هذه المدرسة، فالباب محلول ليه بدون مقابل، بدون اي حاجة، حنا نتكلفوا به وحنا نتكفلوا به، يعني مرحبا. الرسالة ديالي للآباء وأولياء الأمور هنا، يعني راه وليداتهم في أيادي آمنة، كيتلقاو التكوين ديالهم في أحسن 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 تكوين، يعني يجيو يشوفوا الوليدات. وأصلا راه الوليدات راه الآباء هما رأس مال
مدرسة المجد، يعني هما الداعم لنا معنويا قبل ماديا، يعني كنوجه لهم الشكر وكنوجه لهم الشكر من هذا المنبر هذا. بالنسبة للدعم اخويا حمزة، واش عمر مدرسة المجد من المجد خدش الدعم ولا؟ لا، مدرسة المجد عمرها ما توسطات لشي جهة ولا طلبات من شي جهة، كتصرف من مالها الخاص، من مالها الخاص. وكيف ما قلت لك سابقا راه رأس المال هو رأس مال مدرسة المجد هو الآباء وأولياء الأمور، يعني عمرنا تلقينا شي دعم من شي جهة. يعني حاليا حنا كننشطو من مالنا الخاص وبعد المحسنين. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.